دون اضطراب المرافق العمومية المحلية، خول القانون للسلطة الوصاية وممارسة سلطة الحلول باعتبارها إحدى أساليب الرقابة التي تسمح لها باتخاذ باسم الجماعة الحضرية أو القروية ولحسابها عملا قانونيا أو ماديا، رفض رئيس مجلسها بصورة تعسفية أو غير مشروعة اتخاذه. ولقد تضمنت الرسالة الملكية لسنة 2002 حلول تدبير لا متمركز للاستثمار إشارة وتأكيد على ضرورة ممارسة سلطة الحلول، كلما كان هناك من كلما كان ما من شأنه أن يمس بالمصالح الحيوية للمواطنين أو يؤثر بشكل سلبي على السير العادي للمرافق العمومية، بحيث يقول جلالته: وعندما يلاحظ عمالنا جلالتنا أن هناك تأخيرا في تسليم هذه التراخيص وأن هذا التأخير مرده إلى السلطات المعنية، فإنهم يأمرونهم بالتقيد داخل أجل يحددونه بأحكام القانون والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وفي حالة استمرار التأخير فإنهم يشعرون بذلك والي الجهة ويمارسون سلطة الحلول التي يخولها لهم الميثاق الجماعي. السيد الوزير المحترم، الرسالة ديال صاحب الجلالة واضحة وجهت للسادة الولاة والعمال تحت الإشراف ديالكم، وتطلب في الرسالة من السادة الولاة والعمال ملي كل شيء تقاعس ما أو عدم التجاوب ديال السادة رؤساء المجالس مع المطالب والحاجيات ديال المواطنين، سلطة الحلول هي من صلاحية السادة الولاة والعمال ولكن تحت الإشراف ديالكم. الآن احنا في مشاكل تنعيشها في وزان وفي غير وزان، في مجموعة ديال الجماعات القروية والحضرية هناك مشاكل بالجملة سيد الوزير، وتنتمنوا يعني تفهموا هاد المطالب ديالنا وهاد المشاكل ديالنا والمشاكل ديال السكان، لأن على سبيل المثال وزان 65,000 سكان وذكرتكم بها البارح سيد الوزير المحترم، وقلنا لكم راحنا زرناكم وراحنا عندنا مشاكل، راحنا تنطالبوا من الناس اللي تنتمي ولأن جميع الأحزاب المتواجدة في وزان جات عندكم في زيارة وطلبت منكم باش تدخلوا سيد الوزير، وتا ما تنقول لكمش عزلوا هذا الرئيس، ولكن تنقول لكم سلطات الحلول هي من الصلاحية ديالكم، لأن في الإقليم دوزان عندكم سلطة بمستوى عالي تيمكن لها تجاوب مع جميع المطالب ديال السكان، والسكان تيمكن لهم يعني يشتغلوا ولا المنتخبين ولا النقابات ولا جمعية المجتمع المدني مع السلطة، لهذا تنطلبوا منكم تدخل سيد الوزير. وشكرا. شكرا السيد المستشار، الكلمة لكم السيد الوزير تفضلوا. شكرا سيد الرئيس، السيدات والسادة المستشارين المحترمين، السيد المستشار المحترم، أولا بغيت نذكر بأن قضية سلطة الحلول يعني ماشي جديدة، كانت معطية حتى في المواثيق ديال الجماعات السابقة، ولكن جاءت أكثر يعني بأكثر إلحاح بعد يعني الإجراءات اللي اتخذتها الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك نصره الله فيما يتعلق بالاستثمار، وجاء مرسوم في 2004 سنة 2004 ليحدد الشروط ديال هاد الحلول اللي هو يعني إجراء استثنائي، لأن الحلول لا يعني أن هناك تطاور على اختصاصات المجالس ولا على اختصاصات الرئيس الذي يبقى يعني كذلك يضمن له القانون يعني الاختصاصات ديالو. هذا المرسوم كيحدد يعني شنو هما التبريرات اللي خص تعطاش، شكون هو اللي يمكن له يطلب هذا الشيء، يمكن يطلبها الوالي، يمكن العامل براسو، يمكن مواطن عادي ولكن يكونوا تبريرات، يمكن المدير ديال المركز الجهوي للاستثمار اذا كان هناك تماطل، اذا داز واحد الاجل معين على واحد القرار، اذا كانت يعني امور اللي هي اجباريه بحال الاداء ديال الاجور ديال الموظفين وما بغاش الرئيس يديها، بحال واحد العدد ديال الاشياء هكذا. فقلت بان هذا الاجراء يبقى استثنائيا لان فعلا راه الحدود ما بين تطور على الاختصاصات ويعني حل مكان يعني الرئيس في بعض الامور راه هش، ولهذا القانون ولا المرسوم كذلك
تيعطي الامكانيات، تيقول بان لا يمكن ان يكون الحلول قبل اعذار هذا الرئيس واعطاه اجل. ويمكن لي نقول لكم يعني بالتجربه ديال السنوات كلها الان والاحصائيات اللي عندنا ان اكثر من 90% ديال الرؤساء يعني لما كيجيهم ذاك الاشعار بان تيخصهم تيقوموا بهذا العمل بلا ما نوصلوا للمساله ديال الحلول. جبتوا القضيه ديال الوزان، انا قبل ما نجي لهنا طرحت السؤال على السلطه، هل هناك مشاريع يعني فيها امتناع ديال الرئيس او قرارات فعليها امتناع ديال الرئيس؟ فقال ان ما كاينين شيء. يمكن اذا كان حالات نشوفوها، تيقول ما كاينش، ولكن المشكل اللي كاين راه كتعرفوا السيد الرئيس، كاين مشكل فعلا ديال المجلس مع اللي هو ما يمكنناش ندخلوه الدخانه ديال يعني تطبيق هذه الماده 77 اللي مشات التفتيشيه العامه ومشاو عده مفتشين، وراه الملف الان ندرسه لنرى ما هي يعني المخالفات المرتكبه. وشكرا. شكرا سي الوزير، عندك تعقيب؟ تفضل سي الوزير. الى سمحتوا لي، القرارات ديال المجلس في وزان حتى شي قرار ما تنفذ نهائيا، لانه ما يمكنش انك تنفذ واحد القرار هو الرئيس تيمثل راسه، جميع الاحزاب السياسيه وجميع الاعضاء المجلس مصوتين ضد هذه القرارات، لان القرارات ما تخدمش المصلحه العامه ديال الساكنه. كيفاش بغيتي هذا الرئيس يمثل واحد القرار اللي هو غير قانوني؟ كيفاش بغيتي المشاريع بهذا الاقليم ديال وزان وفي هذه المدينه وزان تمشي هو المجلس بجميع الاعضاء ديالو مصوت بالرفض؟ لان القرارات الى جيتي وقفتي عليها وراه وقفوا عليها المفتشين ديال المجلس الاعلى للحسابات، وقفوا عليها المفتشين ديال المفتشيه العامه وزارة الداخليه، قرارات تخدم الرئيس. انا نتمنى السيد الوزير تسول المفتشين اللي ما طرحوا اسئله على اعضاء المجلس، على ممثلي الاحزاب السياسيه، استشروا مع واحد مجموعه الناس وشافوا شنو هي الاختلالات. تصور السيد الوزير معايا هذه 3 سنين والمجلس ما تيدير حتى شي حاجه، متقاعد. طرقنا الابواب، شكينا، طلبنا، جمعنا الهيئات السياسيه بدون استثناء، جميع الهيئات المتواجده في وزان جينا لعندكم، درنا مراسله، مشينا لعند مجلس اعلى الحسابات، الساكنه 65 بغاو يجيو بمسيره من الرباط لعندكم، قلنا لهم عباد الله راه هادشي ماشي معقول، لان ما يمكنش تمشيو، لان بلغنا الرساله ونتسناو الوزاره المعنيه ترد علينا. الحكومه تتقول غتحل المشاكل ديال الناس وغتواجد مع الناس وعاد تحل عليهم الحصار، فاذا به الحصار على 65 ديال السكان ديال وزان. ونقولوا السيد الوزير غنزيدوا ننتظروا، نزيدوا ننتظروا حتى توقع شي كارثه لا قدر الله. حنا علنا وقلنا لكم ومازال تنقولوا، حنا كسياسيين وكاحزاب سياسيه وكاعضاء المجلس البلدي راه ما يمكنناش نديروا يدنا في يد واحد الانسان اللي هو ملوث المدينه وتسرق الاموال الجماعه وناهب الجماعه ونخاط واحد مجموعه الامور اللي مخله بالقانون اللي انتم، لدرجه انها تقول كلام خطير، تقول هو ما تياكلش بوحدو. حنا راه حنا الساكنه تقول لنا مع من تياكل هذا السيد؟ مع من تيقسم؟ لان هذه 3 سنين ما هضر مع حد، راه هادشي ماشي معقول. رئيس إجابة تطرح محرجة سيد الوزير ولكم واسع النظر. شكرا، كلمة لكم سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. سيد المستشار المحترم، كان يمكن لي ما نجاوبش على هذا التعقيب، لأن جاوبتوا على راسكم. هذا خلاف سياسي وليس وقع مشكلات الحلول، قولوها بطيطاي. إذا كانوا مشاكل ديال الحلول، أعطيونا هذه القرارات اللي ما كاينة شيء. إلى هذا الرئيس اللي ما كيعجبكم شيء، هذا شغل آخر، كاين طرق أخرى باش يمكن له يتفضى. تقال هنا كلام اللي صعيب، أنا ما كندافع لا على رئيس ولا على حد آخر، ولكن هذا الكلام أنا تيخص يكون مبرر ويكون عنده تبريرات. القرار إلى عندكم قرار غير منفذ، أرونا هذا القرار. أما تقولوا لي هذا ما بغيناش نديروا يدينا في يديه، هذا شغلكم، ولكن أنا ما عنديش الأدلة. هذا القرار المبرر الذي يرفض الرئيس أن يقوم به ويجب على العامل أن يحل محله، راه ما عطيتوهليش، ما كاينش لحد الآن. حتى هنا هذا الشيء اللي قلته ما سمعنا والو. كاين يعني المصالح ديال السكان. راه تنقول لكم بأن راه ما خصناش نخلطوا ما بين الحلول والتطور على الاختصاصات. كنعرفوا أن ربما كاين نواقص في هذه المنظومة ديال الجامعات. كنعرفوا واحد العدد ديال الرؤساء راه ما بقاش عندهم أغلبية، ولكن القانون راه ما تيسمح شيء أنهم يزولوا. هذا الشيء اللي بغينا نراجعوه في القوانين الماجية. ولكن اسمحوا لي، هذه قبة ما يمكنناش يعني نكونوا تنقولوا فيها واحد الكلام اللي كيمس الأشخاص، كيفما كان نوعهم. أنا ما تعرفش هذا الرئيس، ما عرفتوش حتى شنو عنده، ولكن خليوا التفتيشية قايمة بالعمل ديالها. إلى عندكم قرارات غير منفذة
راه كاينه المسطره حطوها بالتبرير ديالها لعند الوالي الى الوالي عند العامل الى العامل ديك الساعات ما خدم شيء. حنا مستعدين اننا نخدموا في بلاصتو، ولكن هذا انا ما عنديش لحد الان هاد القرارات. شكرا شكرا سي الوزير.